اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. باش نبداو بجديد على مستوى الانديه. فالنجم الرياضي الساحلي رسميا محمد المكشر هو المدرب الجديد للفريق في المرحله القادمه من هذا الموسم بعد القطيعه بالتراضي البارح مع المدرب حمادي الدو. ومحمد المكشر كما قلت يعود من جديد لفريق النجم الرياضي الساحلي كمدرب للمرحله القادمه. دائما مع اخر اخبار النجم الساحلي راح بثلاث اسابيع هذا ما كشفت عن الكشوفات الطبيه اللي خضع لها اليوم اللاعب حسام الدقدوق بعد الإصابة البارح في المباراة اللي خاضها مع النجم الرياضي الساحلي أمام الملعب التونسي. إذن راح بثلاثة أسابيع لحسام الدقدوق، إن شاء الله شفاء العاجل وعودة سريعة للملعب. في مستقبل جابس القطيعة بالتراضي مع المدرب المغربي عبد المجيد الجيلاني من تدريب فريق الجليزة والبحث عن اسم مدرب جديد بالنسبة لمستقبل جابس في المرحلة القادمة. في نجم المتلوي اليوم كان الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية وكذلك الجلسة العامة التقييمية اللي تم من خلالها عرض التقرير المالي اللي سجل عجز بقيمة 603,000 دينار في ميزانية الفريق. وتم انتخاب في الجلسة العامة الانتخابية سيد رابح الديناري كرئيس جديد لفريق نجم المتلوي وطارق البراهمي كنائب رئيس لنجم المتلوي. زميلنا الباهي ديناري كان حاضر في هذه الجلسة العامة الانتخابية وتحدث مع الرئيس الجديد لنجم المتلوية سيد رابح الديناري اللي يتحدث لمصدح الإذاعة الوطنية التونسية عن المرحلة القادمة كيفاش يراها. احنا ديما نحاولوا نتواصلوا صناع الخدمه اللي خدمها سي طارق سي مبروك سي نجيب نواصلوا عليها، وان شاء الله نحن الهدف نتاعنا ديما كالعاده نحاول نخدموا النجم الرياضي المتلوي في القسم الوطني، هذاك الهدف نتاعنا الاول. ان شاء الله نحسنوا على جميع المستويات سواء الماديه والمعنويه. انا ما عادش نلعب على تفادي النزول، ان شاء الله نحطها في المراتب المشرفه ونحسنوا في الترتيب نتاعنا. هذا كله بالجهود الناس الكل، اذا الناس كل تعاون، الناس كل موجوده في الملعب في النادي في البلايص كل. في آخر تحيين للفيفا للفرق الممنوعة من الانتدابات، وقع إدراج أربع فرق تونسية في القائمة: هلال الشبابي أربع ملفات، الملعب التونسي نجم المتلوي ومستقبل الرجيش كل فريق بملف. العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحتضن اليوم أشغال جلسة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللي يحضرها طبعا رئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم السيد كمال إدير. برنامج لقاءات بطولة الرابطة المحترفة الأولى يتواصل نهاية هذا الأسبوع من خلال لقاءات الجولة السادسة ذهاب. بالنسبة ليوم السبت 26 أكتوبر ماضي ساعتين ونص الأولمبي الباجي النادي الإفريقي نجم المتلوي نجم الساحلي اتحاد تطاوين شبيبة العمران، وفي نفس اليوم نهار السبت 5:30 الترجي الرياضي تونسي يواجه نادي البنزرتي. يوم الأحد 27 أكتوبر بقية مباريات هذه الجولة السادسة، في 2:30 ظهرا الملعب التونسي يستضيف مستقبل جابس، مستقبل سليمان اتحاد بن قردان، الاتحاد المنستيري يستضيف القوالف الرياضية بقفصة، وفي الرابعة نادي صفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. من كرة القدم إلى كرة المضرب وتصنيف العالم الجديد الصادر اليوم للاعبات المحترفات لكرة المضرب التونسية أنس جابر تتقدم بمركز لتصبح في المركز 31 عالميا بعد ما كانت الأسبوع المنقضي في المركز 32 عالميا. ذكروا أنه أنس جابر تقريبا منذ شهرين بسبب الإصابة لم تشارك في أي بطولة، وعودتها ستكون مع بداية الموسم الجديد لرياضة التنس جان في 2025. البيلاروسية سابالينكا تتقدم للمركز الأول وللصدارة خلفا لشيفيونتيك التي تتأخر للمركز الثاني عالميا في تصنيف اللاعبات المحترفات لكرة المضرب. كرة القدم في الملاعب الأوروبية والعربية في دوري أبطال آسيا للنخبة الجولة الثالثة اليوم أبرز المباريات: حامل اللقب العين الإمارات يواجه الهلال السعودي، تقريبا أبرز المباريات بين حامل اللقب في النسخة الفارطة والنسخة القبل الفارطة، وزوز فرق ستكون موجودة في كأس العالم للأندية شهر جوان القادم في الولايات المتحدة الأمريكية. السد القطري يواجه بيرسيبوليس الإيرانية، الشرطة العراقي نادي خفتكور
الأوزبكي والريان القطري الأهلي السعودي، كل المباريات انطلاقا من الساعة 5 مساء. في الدوري الإنجليزي الجولة 8 نوتنغهام يستضيف كريستال بالاس 8 مساء. وفي الدوري الإسباني لا ليغا لحساب الجولة 10 مباراة ختامية. بالنسبة للجولة 10 8 مساء فالنسيا يستضيف لاس بالماس، هذا طبعا أبرز المباريات في الملاعب الأوروبية قبل مباريات يوم الغد بالنسبة لدوري أبطال أوروبا بالنسبة لكرة القدم الأوروبية اللي نختم بها هذا الموعد من فلاش سبور اللي جاكم اليوم طبعا في وقت استثنائي بعد موجز الساعة 2 ظهرا. أجمل تحياتي متابعة شيقة لبقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية، إلى اللقاء. احنا منكم واحنا ليكم والله.